وما يكونش في مباراة وما يلعبش مليح نقولوا باللي ينتقد عادي جدا، ينتقد هذا ما كان. أزدين في رأيك هل سيخرج هذا التصريح أفضل ما لدى رياض محرز الذي سيكون أمام فرصة رد الاعتبار وتقديم مباراة قوية؟ اللاعبون الكبار يجب أن يظهروا في مثل هكذا وضعيات صعبة لما تعيش المنتخب تعيش منتخباتهم يعني. هذا ما نتمناه، نتمنى أنه يكون في المستوى تطلعات الشعب الجزائري وأصدقائه اللي مع الزملاء وأيضا المدرب. يعني رياض محرز لو ما كانش لاعب كبير ما كانش اللي ينتقده، علاش ما ينتقدوش لاعب آخر اللي ممكن أقل منه؟ يعني أكيد ننتظروا منه كثير، وهو اللي وصل روحه للمرحلة هذه أنه طمع الجزائريين بالدايم اللعب الممتاز بتسجيل الأهداف، أرفع سقف الطموحات أكيد. فمثل هذه اللاعبين أنا ما نظنش أنه يتأثر بالانتقادات، يعرف شغله مليح داخل الميدان، فقط يستنى مساعدة من زملائه، لأنه مش فقط رياض محرز اللي ممكن يفوز، هو اللي يربح الفريق. دائما اللاعبين الكبار هذو يقول لك أنه أنا فزت بكرة ذهبية، سجلت هدف، فزت بالألقاب، لكن دائما بمساعدة زملائي، لذلك فزت بالألقاب الفردية. اليوم محرز في مباراة مثل هذه أكيد أنا متيقن أنه راح يقدم. أنت تعرفه حق المعرفة زميلك في المنتخب، تعرف كيف يحظي رياض وكيف يعيش ويتعامل مع هكذا وضعيات صعبة ربما. هو محب للجزائر، يحب الجزائر. يعني رياض محرز يعني كان من بين دائما الأوائل اللي حضروا التربوسات، يعني لما تشوف أنه في وضعية مثل هذه يعني عاشها مقبل وعشتها معاه، لأنه تقريبا لعبت معاه في المنتخب أكثر من 7 سنوات، يعني أكثر من 9 سنوات ل10 سنوات في المنتخب، نعرفه حق المعرفة. أنه الانتقادات مثل هذه دائما تخرج منه هذاك محرز اللي ينتظر منه الشيء الكثير في المنتخب. بنكهة ثأرية إذن.